حديقة الحيوانات في برلين توفر لزوارها حالياً تطبيقاً جديداً يستخدم تقنية المنارة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال صغيرة ترسل إشارة إلى تطبيق الهاتف الذكي ما أن يقترب صاحبه من قفص النمر مثلاً، حينها يمده التطبيق بكل المعلومات الخاصة بهذا الحيوان. قمنا بتركيب ما يسمى بمنارات في حظائر الحيوانات. هناك أجهزة إرسال صغيرة ترسل إشارة للهاتف الذكي عند اشتغال التطبيق. بعدها ستظهر معلومات عن الحيوانات من مكان قريب منها. حديقة الحيوانات في برلين فتحت أبوابها في العام 1844 وتضم حالياً أكثر من 20,000 حيوان. حوالي 3 ملايين شخص يزورون الحديقة سنوياً. بعض الزوار اختبروا التطبيق الجديد وأعجبوا به. حسناً، التطبيق مفيد حقاً لأنه يوفر لك معلومات على هاتفك الذكي. في وقتنا الحالي نلاحظ تقدماً تقنياً كبيراً. الكثير من الناس أصبحوا يحصلون على المعلومات بحركة بسيطة لأصابعهم. التطبيق مجاني ولا يحتوي على إعلانات. تقنية المنارة ليست تقنية جديدة، ولكنها أصبحت شائعة الاستعمال بفضل الهواتف الذكية. تقنية المنارة تدرك أنك قريب من مكان ما، فتوفر لك المعلومات حوله. لقد استخدمت هذه التقنية بأشكال مختلفة لفترة طويلة، فقد استخدمت في قطاع السياحة منذ 20 عاماً تقريباً. اليوم أصبح استخدامها أكثر فعالية بفضل الهاتف الذكي. من خلالها يمكنك الحصول على معلومات مفصلة حول موضوع ما. التطبيق الجديد تم تطويره بالتعاون مع إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات في برلين، ويتوفر في متجر التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية.